السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنستقبل القمر التركي الموجود في الموقع المداري 42 درجة شرق. القمر ده موجود عليه قنوات تي ار تي سبورت اللي بتذيع البطولات الكبيرة زي بطولات الفيفا وبطولة كأس أمم آسيا وبطولة كأس أمم أفريقيا، وكانت بتذيع كأس العالم اللي كان موجود في روسيا اللي كانت مصر موجودة فيه. أقوى تردد للقمر ده هو 11960 عمود على معدل الترميز 27500. طبعا القمر ده موجود تقريبا اتجاه القبلة. طبعا احنا دلوقتي موجودين على النايل سات اهوت، عندنا القناة المصرية وعندنا القناة الأولى. أول حاجة هنجيب القمر التركي وهنجيب أول تردد فيه اللي هو 11960 عمودي على 27500. أول حاجة هنعملها هنغير ميل العدسة. طبعا وانت واقف على النايل سات ميل العدسة بيكون موجود على تقريبا 45 درجة ناحية ايدك الشمال، وانت ورا الطبق هتعكس اتجاه العدسة تقريبا بميل 10 درجات ناحية ايدك اليمين وانت ورا الطبق، وهتلف شوية وهتلف اتجاه القبلة. طبعا زي ما اتفقنا عشان ما نتوهش عن المكان، قبل اتجاه القبلة تقريبا بشوية هتقف بالطبق كده وهترفع الطبق لفوق وهتنزله لتحت. طبعا عينك هتكون على الإشارة، هتلف سن ناحية الشمال ناحية ايدك الشمال وترفع فوق تاني وتنزل. طبعا احنا بنركب الإقمار او بنستقبل الإقمار بطريقة بسيطة عشان ما حدش يتوه عن مكان القمر. هترفع لفوق وهتنزل لتحت، هتيجي سنة شمال شوية وهترفع لفوق. جت معانا إشارة اهوت حوالي 66% أو 73% اهوت. نحاول نضغط على الطبق من ناحية ايدك اليمين وانت ورا الطبق، تقريبا ثابتة. هتضغط عليه من ناحية ايدك الشمال وانت ورا الطبق بتقل، تضغط عليه من فوق بتزيد شوية، هي 76. يبقى نرفع الطبق شوية لفوق، بقت 77 هي. نقلل او نزود ميل العرسة لحد ما نجيب اقوى اشارة تقريبا 75 هي 76. نطلع نشوف القناة التانية، القناة شغالة ما فيهاش اي تقطيع اهوت، وعندنا تي ار تي سبورت اهيت شغالة ما فيش اي مشكلة. طبعا القمر ده موجود عليه قنوات تانية كتيرة غير القنوات الرياضية زي قنوات افلام او مسلسلات، وطبعا المسلسل التركي اللي كان الناس كلها بتتابعه اللي هو مسلسل قائمة ارطغرل طبعا كان بيتذاع على 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 قناة تي ار تي واحد، وان شاء الله قيامة عثمان اللي الناس كلها منتظراها هيتذاع ان شاء الله على نفس القناة ديت. اتمنى من الجميع يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشجعني بلايك، واتمنى ان الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.